وقعت اليوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ثلاث اتفاقيات تعاون مع مؤسسة IDC الاستشارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات التكنولوجية. وتوقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حجم صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات بواقع 12 مليارا ونصف المليار جنيه خلال العام 2014-2015 مقابل 11 مليار جنيه للعام 2013-2014. الاتفاقيات اللي توقعت النهاردة ليها مدلول وهو اهتمام مصر بأفريقيا، لأن مصر النهاردة ليها مركز ريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن مسؤوليتنا ومن واجبنا أن احنا نمد خبراتنا إلى الأسواق الأفريقية، وفي نفس الوقت نستطيع أن احنا نحقق عائد اقتصادي لشركاتنا بحيث يبقى في فرص عمل اليوم في أفريقيا. الاتفاقية الثانية برضو اللي تم الاتفاق عليها النهاردة أن مصر ستستضيف مؤتمر من أكبر مؤتمرات العالمية اللي خاصة بأفريقيا والشرق الأوسط إن شاء الله في خلال